الو الو، انت فين يا دودو؟ دودو قال الدودو ايه ده؟ لا لا، ده اكيد حد بيقلد اصوات زي عزب شوكه. يا ابني مش صوت عزب، انا حافظ صوته. امال ايه ده؟ قول تاني. ايه انت فين يا لولو؟ انا وصلت عند اللوكاندا اللي انت قلت لي عليها. الحق يلا. ايه ده؟ دي شوكولاته. بص عايز اشوف نظره الحرمان اللي في الباص. شوكولاته. ايه ده؟ دي اكيد معديه صدفه. معديه صدفه ايه؟ مستحيل تكون دي كلب. ده انا ما فرجهاش للدرجه دي. احنا اللي معديين صدفه في الكوكب اللي هي جايه منه. ايه ده؟ مش هي مش هي. اتاكد. ايوه اتاكد. انت فين؟ انا وصلت عند اللوكان ده. انت فين؟ ده هي. ما تقولش ان انت، ما تقولش. وايه اللي جبل السحليه ده؟ معلش، ما لو عرفت ان انت هتمشي خليها واقفه. انا بس هرد عليها. ماشي ماشي. انا واقف مع صحابي عند الكشك. الكشك؟ اكيد ثلاثه واقفين عند الكشك. في واحد طويل وابيضاني بس مش ستايلي خالص. بس يلا بطل تناحى يا. وفي واحد تاني طويل واسمر بس عنده سنه مكسوره. يا عم هو حاله مرضيه. ادلع ابو سنه يا حلو. ماشي ماشي. مكسوره بصراحه مش ستايل حد خالص. دي حقيقه. انا اصلا هي مش ستايلي. هنشوف. وفي واحد تالت. بس ما تكمليش. أمور قوي. أمورك أمور زهر الحق. ده أمور. أنت قلتي أمور. أمور قوي قوي. يا رب تطلع شبهه يا دودو. شبهه إيه ده؟ أنا لولو. لا ده قصير يا دودو. إيه ده؟ هو حضرتك بتحبي إيه في ده؟ أنا بموت في القصيرين. لا هتعلي علينا، هحفر واطب نفسي تحتيك. بتموت من قصيرين. بتموت من قصيرين. اتدلع. ايه التناحة دي؟ انا فرحان بجد والله. خد يلا تعالى هنا. عايز ايه؟ انت لازم تفهم اللي بيحصل ده مجرد مشهد في حياتك. انا شفت الفرحة وانت بتلف. دودو ايه؟ شعرك الكيرلي ده يجنن قوي. انت عارف؟ انا حاسس بنغزه هنا. يالا بجد انا حاسس ان انا ميت. شعرك كيرلي. انت عارف انا باخد وقت قد ايه عشان اعمل شعري زيك؟ قد ايه؟ 10 ساعات وبرده بيفك. ليه يا ست هتعملي قلب مفتوح؟ 10 ساعات عشان توصلي للنتيجه دي يا حبيبتي لازم. أيوة. لازم 10 سنين بدون استحمام يا قلبي. طب ما العفانه هي اللي طلعت بتجيب نتيجه، ما انت عفن منه. ايوه حضرتك انا عمري ما استحميت. انا اسمع الصابونه. ممكن اشترك ولا هي شايفاه هو بس؟ سبحان الله. توعديني ما تستحميش تاني؟ اوعدك يا دودو مش هستحمى تاني خلاص. العلاقه المعفنه دي. لا انا عرفت. يلا ده ايه؟ يلا ده مقلب. ده برنامج رامز. ايوه صدقني برنامج رامز حول الكشك. ايوه صح صح. ايوه هو رامز دايما يطلع مع حيوانات غريبه. صح. شوكولاتة. انا بحب اصحابي. ايوه هو هذا. ايه في حاجه غلط في العلاقه دي؟ اه والله. اللهم اذا كان هذا سحرا فابطله. والله احلى دعوه. سحرا. ايوه ابطله. طبيعي يا حبيبي طبيعي. دودو انت حاطط صوره مهند ليه؟ على فكره انت احلى منه بكتير. بخاف من الحسد مش عارف. هقول الفاظ مش قادر امسك نفسي بجد. اكتر حد شفته ماسك الشخصيه مصدق نفسه قوي. فرحان. لا خاف من الحسد. طبعا يا حبيبي انا دودو. عارف يا دودو انا طول عمري عايشه في يوروب. فين؟ مش يوروب. أيوة كملي يا قلبي كملي. بشوف ناس كتير قوي شعرهم اصفر وعينيهم خضرا. حاجه تزهق. قرف. ايوه عينيهم صفرا. انا عرفت المشكله. دي ما بتشوفش. اسمع مني واضح. لو سمحتي دول كام؟ 7 شايفاهم حاجه ساعه. باينه عبيطه يعني. شوفش. معلش معلش كملي. عارف عارف يا دودو زي ايه؟ زي ما تبقى بتاكل دونت. ايوه بالظبط. انت لقيت دوده في الدونتس كلت الدوده ورميت الدونتس صح؟ دوده؟ لا طبعا. لما بيجي لك دونتس مش بيجي لك كام شوجر راش. ايوه انا لعيب بقى في شوجر راش 1 و2 و3. تعالي لي من غير شاحن ونقابل بعض. يلا شوجر راش دي اللي هي بعد عنك غيبوبه السكر ما عندها مش شايفه. يعني هي شايفاه انسولين.
ربنا يشفيكي، ما هنصرفهولك كل شهر. لا لا لا، لما بيجي لك شوجر راش بتحس بايه؟ بتحس ان انت نفسك في بصلايا مخلله. انا البصلايا المخلله، انا بصلايا. انت وحضرتك مش نفسك في زيتونه كلمطاطا؟ طب برطمان لفت. طيب لا لا لا، البصل اطعم بكتير. نعمل ايه؟ لا دي معفنه. لا دي مش شايفه غيره، دي حنفه عليه مطرقتها العفانه. يا لهوي، على فكره حرام عليكم، السايز ده مش بلاقيه بسهوله، الاكس سمول بيتخطف بسرعه. الاكس سمول بيتخطف بسرعه؟ ايوه. طب خلي بالك عشان ده بيوبر بعد الارتباط. خدي الميديم وهيفرش معاكي. طب ما تاخدي اللارج وقيفيني زي ما انت عاوزه. لا لا لا، هي اختارت اللاست بيس. يا انت سامي قلبي والله هقتله بجد. تنح قوي. انا بكره هعمل مكانك، ماليش دعوه. بكره اجازه حبيبي. بكره اجازه صح. سيبك منهم يا جود. ايوه سيبك منهم، سيبك منهم، دول غيورين حكوديين قوي قوي. انا نفسي قصه حبنا تدخل التاريخ زي قيس وليلى، روميو وجولييت. طب انت عارف جاك وروز؟ دول حبايبي. اتكلمي في ايه؟ بتكلم على كلاب. بيقول لها دول حبايبي، ده انا حضرت اول ويده ليهم. اتفضل. نطلع السفينه انا وانت لوحدنا. Every night. اركب يا عمي اهو. هنسمعكم يا ريس حمدي. البحر عالي. ارجع يلا هنغرق اهو. كلابي عم كلابي. بس هرجع بيجي لي دوار بحر. الواد ربنا هتشل بروفيشنال في السماكه. انا وشي نمل. يلا الف سلامه عليكم. يلا خلاصه دي. يلا عم انا مش قادر، مش قادر استحمل اللي بيحصل ده. لا تعال نروح نجيب ايس كريم ولا حاجه تطر على قلبنا. لا 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 قاعدين، هنمشي ان شاء الله. هتعرف حياتك والله ما ينفع. يلا يا عم تحسبش الزياره دي. شوف عم الشوكولاته طب لا يكون جرى له حاجه. عم شوكولاته ده معاه طبق ملوخيه تحت. اخيرا بقينا لوحدنا يا قلبي. ايوه يا دودو. ايوه بس انا عايز اعترف لك بحاجه. قولي يا حبيبي. انا اول مره اعيش اللي انا بعيشه ده دلوقتي. انا مش واخد على كده بصراحه، يعني انا كنت محتاج واحده بحلم بيها تبقى شريكه حياتي، تديني بالجزمه على دماغي يا لو. ده غل بجد والله. ده هو قال مره واحده. سلام. الحمد لله انا هفضل عايش رغم كويس. انا تمام الحمد لله. انا بطل الحمد لله يا دودو. الحمد لله يا الحمد لله. بس كنت عايز اقول لك حاجه، ان الحب افعال مش اقوال يا لولو. انت فاهماني؟ انت ما اثبتليش لحد دلوقتي انك بتحبيني. انا حسبت لك اني بحبك. ازاي؟ ثانيه واحده. اوكي. Would you marry me؟ استغفر الله يا بنتي، انت بتعملي ايه؟ ايه ده؟ ده بروبوزل. هو ده البرابا. ايوه بجد هو ده اللي انت فاجئتيني. عايزه اتجوزك يا دودو. ده انا اتفاجئت. ايه الحلم ده؟ بصي انا 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 ابن ناس، انت لازم تخشي البيت من بابه، لازم تطلبيني من ولي امري. اكيد. هو فين؟ الحاج رمضان. ايوه الحاج رمضان.